بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في مادة الإجراءات الجزائية في موضوع الاستدلال والتحقيق الابتدائي. في المحاضرة السابقة تعرفنا على الاستدلال وماهية الاستدلال وعلاقة الاستدلال بالتحقيق الابتدائي والفرق ما بين الضبط القضائي والضبط الإداري وكل ما يتعلق بعلاقة الضبط الإداري وتبعية مأمورية الضبط القضائي للنائب العام. واليوم إن شاء الله هنأخذ اختصاصات مأمور الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال، ولكن قبل التعرف على اختصاصات مأمور الضبط القضائي في الاستدلال، هناك بعض القواعد الهامة والمبادئ العامة المهمة التي يجب أن نتعرف عليها، وهي التي تحكم مبادئ الاستدلال، والكل يعتبر هذه المبادئ هي عبارة عن ضمانات للمشتبه فيه في هذه المرحلة. طبعا في هذه المرحلة نحن بنسميش الشخص متهم لأنه لسه لم توجه ضده أي تهمة من التهم، ولكن تدور حوالينه شبهات أو معلومات أو استفسارات حول هذا الموضوع. عشان هيك بنلاحظ إنه في هاي المرحلة يعتبر هذا الشخص مجرد اللي هو يعني مشتبه فيه وليس متهم. عشان هيك بنلاحظ إنه في له الكثير من الضمانات وله الكثير من توجد الكثير من الضمانات، وممكن نتعرف على هذه الضمانات بشكل يعني سريع، وكونها يعني مبادئ عامة. أول هذه المبادئ مشروعية وسائل الاستدلال، وبالتالي إنه إحنا اليوم لازم نيجي نتعرف كيف بيتم لمأمور الضبط القضائي أن يستخدم الوسائل في عملية اكتشاف الجريمة. وبالتالي يجب على مأمور الضبط القضائي أن يكتشف هذه الجريمة بوسائل مشروعة، وأن تكون هذه الوسائل يعني غير محرمة قانونا، ويجب أن تكون منسجمة مع روح القانون ومبادئ القانون. وإذا لم تكن منسجمة مع القانون ومع روح القانون، فإن كل هذه الإجراءات تعتبر إجراءات باطلة وليس لها أي نوع من الاحترام، وطبعا يترتب عليها البطلان ويترتب عليها اللي هو إهدار الأدلة. ومن هذه الأشياء احنا كتير بنسمع انه مأمور الضبط القضائي قام بتحريض شخص على ارتكاب هذه الجريمة عشان يقوم بإلقاء القبض على الآخرين، او انه قام بعملية استراق السمع والمشاهدات من خلال ثقوب الأبواب والمساكن. وطبعا كل هذه الإجراءات تعتبر بحقيقة الأمر هي مخالفة للقانون، وبالتالي بنقول لا يجوز لمأمور الضبط القضائي عند اكتشاف الجريمة استراق السمع والمشاهدات من خلال ثقوب أبواب المساكن، لأن في هذا نوع من المساس بحرمة المساكن ومنافاة للأداب العام. وليس معنى أن مأمور الضبط القضائي ليس محدد بوسائل معينة في اكتشاف الجرائم، ولكن يجب أن تكون هذه الوسائل هي وسائل قانونية وسليمة وغير مخالفة للقانون وبعيدة كل البعد عن الضغائن والدسائس، حتى لا تزعزع ثقة المواطنين بمأمورية الضبط القضائي وتقلل وتضعف من أعمالهم. فطبعا وعشان نتحقق من هذا الكلام وأنه هذه الأدلة أو لا مشروعة اللي بيستخدمها مأمور الضبط القضائي هي أصلا سوف تعرض للمناقشة أثناء المحاكمة، ويأتي مأمور الضبط القضائي ويتم سؤاله واستجوابه في هذا الموضوع، وبالتالي هناك نوع من أنواع الرقابة على مشروعية الوسائل التي يستخدمها مأمور الضبط القضائي، وهذه بتتم من خلال مراقبة المحكمة والنيابة العامة
للأعمال التي يقوم فيها مأمور الضبط القضائي. النقطة الثانية في هذا الموضوع هي عدم المساس بحرية الأفراد، عدم المساس بحرية الأفراد. ليش عدم المساس بحرية الأفراد؟ لأنه قلنا كل ما يتعلق بأعمال الاستدلال هي أعمال يجب أن تكون بعيدة عن أسلوب القهر والإجبار، لأنه هي الهدف منها والغاية منها هو الحصول على معلومات. أنت اليوم كمأمور ضبط قضائي بتأخذ هذه المعلومات من الشهود، من الجيران، من تعاون الناس المواطنين معك، من خلال بصمات، من خلال استعانة بالخبراء، كل هذه الأمور. وبالتالي لا فيش في هذه الحالة، في هذه المرحلة، أي نوع من أنواع من المساس بحرية الأفراد، خلاف على مرحلة التحقيق الابتدائي. مرحلة التحقيق الابتدائي تقوم على مرحلة التحقيق الابتدائي بتقوم على كل ما يتعلق بالقهر والإجبار والسؤال والاستجواب والتحقيق والقبض والتفتيش وكل هذه الأمور، حتى الشاهد إذا لم يأتي بناء على رغبته أو موافقة اللي هو وكيل النيابة يتم استدعائه بالقوة وجلبه بالقوة وتغريمه في حالة عدم الانصياع لهذه الأمور. إذا مرحلة التحقيق الابتدائي تمتاز بموضوع الإكراه والضغط والإجبار، مرحلة اللي هو الاستدلال ليس فيها أي نوع من أنواع القهر والإجبار، وبالتالي من حق المواطنين عدم الاستجابة لدعوة مأمور الضبط القضائي بالحضور إذا دعاهم في هذا الموضوع. ومع ذلك بنلاحظ أنه القوانين أجازت المساس بحرية الأفراد كاستثناء من هذه القاعدة العامة في مرحلة الاستدلال، وخصوصا في مرحلة اللي هو التلبس وحالة الندب لأعمال التحقيق، وأحيانا اللي هو منع الحاضرين من مغادرة المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وخصوصا في حالة التلبس، وهذا واضح من المادة 28(1) على الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص على أنه لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الجريمة أو الابتعاد عنها حتى يتم تحرير محضر. وطبعا أن من حقه الاستعانة بالخبراء في هذا الموضوع وأي شخص من الأشخاص للحصول على أي إيضاحات بخصوص الواقعة التي تمت في هذا الموضوع. إذن قلنا أنه أول حاجة احترام مبدأ الشرعية، الثانية احترام الحريات العامة، النقطة الثالثة عدم تقيد مأمور الضبط القضائي بالشكليات الخاصة في التحقيق. وهذا واضح أنه احنا قلنا أنه مأمور الضبط القضائي مطالب بتقيد الشرعية القانونية في مرحلة الاستدلال، لكنه غير مطالب بالضمانات والشكليات التي يستلزمها القانون في مرحلة التحقيق الابتدائي. فالشهود والخبراء لا يؤدون اليمين في حالة إلا في حالة الاستعجال، كمان لا يصطحب مع كاتب مأمور الضبط القضائي ويقوم هو بتعبة المصطلحات بنفسه أو الأقوال بنفسه، وبالتالي كمان فيش حضور شاهد أو محامي في هذه المرحلة، وبالتالي ليس بالضرورة أنه يصطحب مع المشتبه في محامي في هذه المرحلة. وبالتالي بنلاحظ أنه هذه القوانين تؤكد أنه مرحلة التحقيق الابتدائي بتم الحصول فيها على أو استنباط الدليل منها، عشان هيك لابد أن تكون فيها نوع من الضمانات أكثر بكثير من اللي هي مرحلة الاستدلال التي غير مقيدة بالشكليات الواردة في مرحلة التحقيق الابتدائي. طبعا احنا عارفين انه هناك في ضمانات انه الدليل بيستمد من مرحلة التحقيق الابتدائي وليس من مرحلة الاستدلال، والمحكمة تعتمد على الدليل ولا تعتمد على الاستدلالات، وانه الدليل له قيمة اكثر في الاثبات من الاستدلال.
النقطة الرابعة تحرير محضر الاستدلالات. فنقول أنه كل شيء في الإجراءات الجزائية يجب أن يكون موثق، لا شيء يتم الاعتماد على الذاكرة. وبالتالي نصت المادة 22 على 4 من قانون الإجراءات الجزائية التي جاء فيها إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين به. وبالتالي أنه هو علة اشتراط تحرير المحضر هو إثبات الإجراء كتابة حتى لا يتم النسيان فيما بعد وتذكر. ودائما كل الإجراءات احنا بنقول هي عبارة عن حجة على الآمر والمؤتمر، ودائما بيتم التوقيع في هذا الموضوع. لكن هذا المحضر اللي بيتم في مرحلة الاستدلال، صحيح انه هو يعتبر وثيقة رسمية ويسجل بمقتضى مأمور الضبط القضائي، ولكن ليس له شكل معين، وبالتالي انه هو بيكتبها مأمور الضبط القضائي بالاسلوب الخاص في هذا الموضوع. طبعا يجب ان يتضمن محضر الاستدلال تقارير عن تحريات البوليس، يسمعوا عن الواقع الاجراميه، اقوال الشهود، اقوال المشتبه فيهم، تقارير كشف او معاينه نتيجه التفتيش او ضبط المواد المتعلقه بالجريمه، كل ما يتعلق بمسرح الجريمه في هذا الموضوع بكون موجود لهم في هذا الموضوع. كمان يجب على هذه المحاضر أن تكون مؤرخة وموقع عليها ومثبتة لاسم محررها ووظيفته، وذلك للتحقق من اختصاصه المكاني والنوعي كمان، وتشمل على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا في هذا كل هذا عشان يوضح مدى مشروعية عملية الضبط اللي قام فيها مأمور الضبط القضائي. طبعا تعتبر المشتملات التي يتضمنها المحضر من البيانات الجوهرية والمهمة نظرا لما يترتب عليها من نتائج مهمة، فهي من الإجراءات التمهيدية أو الضرورية التي تقطع مدة التقادم إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اقترف فيها رسميا، وهذا واضح من المادة 13 من قانون الإجراءات الجزائية. طب هل يترتب على مخالفة تلك الإجراءات وعدم تحرير محضر جمع الاستدلالات أو عدم التوقيع عليه أو عدم توقيع الشهود عليه بطلان الإجراءات؟ بنلاحظ إنه الفقه المصري أو محكمة النقد المصري لا ترتب البطلان على تلك الإجراءات، وبالتالي إنه هو ممكن الاستعانة بإجراءات أخرى غير الإجراءات اللي تمت في هذا الموضوع ولم يترتب عليها البطل. الاتجاه الثاني طبعا اللي بيرى من الضروري أن تكون هذه الإجراءات مطابقة للقانون، وأنه يترتب عليها بطلان الإجراء المعيب الذي يشوب محضر الاستدلال، وذلك لأن المحكمة تستند في قراراتها في الغالب إلى محاضر الاستدلال، وذلك تبعا لمبدأ تساند الأدلة ويعود إليها تقديره. لذلك فإن تدوينها يعتبر ضمانا ويكون لها الحجة في الإثبات، ولذا فإن تخلف هذا الشرط يوجب بطلان هذه الإجراءات، كما أن هذه المحاضر تمتاز بقوة خاصة في الإثبات وليس للشهادة مثل هذا التحصيل. فعدم تحرير محضر جمع الاستدلالات لا ينتج الأطال المترتبة على الإجراء ولا يصلح أساسا لاستناد المحكمة. خامسا، حق الاستعانة بمحامي في مرحلة جمع الاستدلالات. طبعا في هذه الحالة ان الاستعانة بمحامي تعتبر من احد الوسائل والضمانات المهمة لحماية حقوق المتهم في الدعوة الجزائية، وهو حق معترف فيه في مرحلة المحاكمة ومعترف في مرحلة التحقيق الابتدائي، ولكنه مدار خلاف في مرحلة الاستدلال. ويأتي هذا الخلاف نظرا لاتجاه الدول في مدى الأخذ بهذا الحق أو عدم الأخذ به، انطلاقا من الفلسفة التي تعتنقها كل دولة أثناء تنظيمها لهذا الحق ومدى الحرص فيها ده ومدى اتباعها. احنا قلنا في النظام الاتهامي بتأخذ بضمانات المتهم، وبالتالي تسمح بوجود المحامي في هذه المرحلة، في مرحلة البحث والترقيب يحدث في هذا المرحلة. لكن احنا في الاتجاهات
في الفقه المعاصر انقسم الفقه المعاصر إلى 3 اتجاهات. الاتجاه الأول يرفض اللي هو الاستعانة بمحامي في مرحلة الاستدلال، لأنه بقول لك في هذه المرحلة هو مجرد مشتبه فيه وليس متهم، وطالما أنه هو مجرد مشتبه فيه وليس متهم معناته ليست هناك، وأنه مرحلة الاستدلال ليست من مراحل الدعوة الجزائية، وأنه طبعا ما فيش عندنا أي نوع من أنواع القهر والإجبار والضغط على المتهم، وأنه في هذه المرحلة ما فيش أي نوع من أنواع الدليل ولا نعتمد عليها في مرحلة المحاكمة، وبالتالي فيش داعي أن يكون هناك محامي في هذه المرحلة، وعندهم حجج كثيرة في هذا الاتجاه. الاتجاه الثاني اللي بيؤيد الحق الاستعانة بمحامي، بقول لك هاي المرحلة من أخطر المراحل التي يمر فيها المشتبه فيه، وأنه هاي المرحلة بتقوم فيها الشرطة وبقوم فيها البوليس، وبالتالي أنه قوموا بعملية انتهاك واضح وصارخ للقانون، وبالتالي لا، وجود المحامي في هذه المرحلة مهم للمحافظة على حقوق المشتبه فيه في الدفاع عن نفسه. وطبعا بقول لك انه في هذه المرحلة صحيح انه مرحلة الاستدلال مش مرحلة من ضمن مراحل الدعوة الجزائية، ولكن هي تعتبر جزء من التحقيق الابتدائي بمعناه الواسع، وبالتالي انه حضور هذه المحامي حضور الحق وانه للمحامي الحق في حضور هذه الاستدلالات لا يمنعه متى كان حاضرا، لانه مع المتهم يمثلان شخصا واحد. طبعا الرأي الثالث، طبعا هناك كثير من المؤتمرات الدولية التي تؤكد على حق المتهم في اللي هو حضور المحامي في مرحلة الاستدلال. الاتجاه الثالث يرى بشكل واضح انه القانون المصري او القوانين بشكل واضح لم تنص صراحة على هذا الحق في هذه المرحلة، ومعناته ترك للمأمور الضبط القضائي السلطة التقديرية في السماح للمحامي مع المشتبه فيه، او انه هو يمنعه على حسب نوع هذه القضية ومدى خطورتها، وعلى نوع يعني أهمية الموضوع مع عدم أهمية هذا الموضوع. في العموم طبعا هناك أكثر من رأي في هذا الموضوع، لكن من على الرغم أنه المشرع على الرغم أنه المشرع الفلسطيني والمشرع المصري لم يتطرق إلى هذا الموضوع، فإحنا نجد أنه من الضروري وجود المحامي في مرحلة الاستدلال، لأن هذه المرحلة تعد من المراحل الهامة للدعوة الجزائية، وإن كانت لا تدخل في هذه الخصومة الجزائية، فطبعا لأن في هذه المرحلة بيتم ظهور أول خيط للاتهام، وأن معظم أقوال المشتبه به تؤخذ في هذه المرحلة، لذا فإنه من الضروري المحافظة على حريات المشتبه بهم وحقوقهم، لأن تطبيقات العملية دللت على أن الشرطة في هذه المرحلة تمارس الضغط والإكراه على المشتبه به للحصول على اعترافه. لكن معظم القوانين لم تتطرق إلى هذا الموضوع، وبالتالي تركت هذا الموضوع للسلطة التقديرية لمأمور الضبط القضائي في هذا الموضوع. خلاصة القول أنه ليس هناك ما يمنع من وجود محامي في مرحلة الاستدلال. هيك احنا بنكون خلصنا المبادئ العامة لمرحلة الاستدلال. هناخد فيها الآن ما هي الأعمال التي يقوم فيها مأمور الضبط القضائي، بمعنى ما هي أعمال الاستدلال التي مسندة لمأمور الضبط القضائي. بنقول لمأمور الضبط القضائي العديد من الاختصاصات في مرحلة جمع الاستدلالات، والتي تبدأ بمجرد ارتكاب
الجريمة. إذا مهمة مأمور الضبط القضائي تبدأ بمجرد ارتكاب الجريمة، مهمته تبدأ، وبالتالي كل الإجراءات التي تكون قبل ارتكاب الجريمة هي من اختصاص مأمور الضبط الإداري وليس القضائي. طبعا ليش؟ لأنه في هذه الحالة وقعت الجريمة، صار من مهمة مأمور الضبط القضائي الكشف عن الجريمة وضبط مرتكبيها وتجميع كل ما من شأنه إثبات الجريمة وتجميع الأدلة والقرائن التي تساعد سلطات التحقيق والمحاكمة لمحاكمة المتهم وإنزال الجزاء الجنائي بمرتكب هذه الجريمة. طبعا الاختصاصات مأمور الضبط القضائي أو الأعمال التي يقوم فيها مأمور الضبط القضائي وردت بشكل على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر في المواد من 19 و20 و21 و22 من قانون الإجراءات الجزائية في هذا الموضوع. طبعا هذه الأعمال التي وردت هي أعمال في حد ذاتها أعمال خطيرة، ليس لكونها تتعرض لحريات المواطنين وتمس بهم وبكرامتهم وبالحقوق الطبيعية للإنسان، وبالتالي لازم أن يعمل المشرع على تنظيم هذه السلطة أثناء القيام بواجباتها في البحث والترقيب والتحري عن الجرائم لتجنب المساس بالحريات والحقوق الفردية للمواطنين. طبعا بدنا نشوف ما هي الاختصاصات التي يقوم فيها مأمور الضبط القضائي. بنقول في عنا نوعين من الاختصاصات. الاختصاص الأول تلقي الشكاوي والبلاغات وتحقيقها، والإجراء الثاني يتمثل بالجوانب العملية في جمع الاستدلالات أو الإجراءات الواجب اتباعها لجمع الاستدلالات. نيجي نشوف أولا تلقي الشكاوي والبلاغات. بنقول لا شك أن مأمور الضبط القضائي هو أول من يتلقى الشكاوي والبلاغات، وهو الذي يحد إليه بتحقيقها، ويستدل على ذلك من المواد 19 إلى 22 من قانون الإجراءات الجزائية اللي بتقول قبول البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة. وإحنا اتكلمنا عندما تكلمنا عن الشكوى والإذن والطلب، وإن هناك في فرق ما بين البلاغ والشكوى، وقلنا أن البلاغ هو عبارة عن إخبار عن الواقع الجنائية، ولكن الشكوى هي أن يحضر المضرور أو وكيله لتقديم الشكوى شفاهة أو كتابة لمأمور الضبط القضائي. إذن على مأمور الضبط القضائي أن يقبل التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بخصوص الجرائم، ولا يجوز لهم رفضها بحجة أنها لم تتضمن هذه الشكوى أو البلاغ أي جريمة. فالمشرع لم يشترط أن يسفر البلاغ أو الشكوى عن جريمة. أنت بتجيك بلاغ، بدك تقبل هذا البلاغ وتقوم بتسجيله عندك. هل لقيت نوع تضمن هذا البلاغ أو شكوى جريمة أو لم يتضمن شكوى أو جريمة؟ وهذا مش من اختصاص مأمور الضبط القضائي، وبالتالي يجب عليه أن يقوم بقبول البلاغ أو الشكوى في هذا الموضوع، وإلا عرض نفسه للمسؤولية الإدارية. وهذا واضح من حكم محكمة النقض المصرية التي أكدت على ضرورة أن يقبل مأمور الضبط القضائي البلاغات والشكاوي في هذا الموضوع. طبعا كمان يجب على مأمور الضبط القضائي بعد تلقي هذا البلاغ فحص البلاغ أو الشكوى المقدمة إليهم وإرسالها إلى النيابة العامة فورا. إذا هو بتجي البلاغ والشكوى بيسجلها في المحضر تبعه وبقوم ببلغ النيابة العامة في هذا الموضوع. ليش؟ فهذا إيش هو؟ المحافظة على تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم ضياع قوة الدليل في الإثبات، ولم يترتب على مجرد الإهمال في ذلك أي بطلان. يعني لو تأخر مأمور الضبط القضائي في إبلاغ النيابة العامة عن هذه الشكوى أو البلاغ، ما لا يتعرض الإجراء تبعه إلى البطلان.
إذا ما اقتنعت المحكمة في شأن الشكوى ونسبتها إلى المتهم. إلا أن هذا الإهمال ممكن يعرض مأمور الضبط القضائي للمسؤولية الإدارية، وقد نظم قانون الإجراءات الجزائية عملية تحقيق الشكوى والبلاغ، إذ اشترط ضرورة إتباع جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر وموقع عليها منهم، ويبين فيها وقت إجراءات ومكان حدوث هذه الواقعة الإجرامية. إجراءات جمع الاستدلالات: متى قام مأمور الضبط القضائي بتلقي البلاغ أو شكوى يجب عليه فحصها، وذلك عن طريق سؤال المبلغ أو الشاكي أولا، ثم يبدأ بذلك في اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات التي من شأنها الكشف عن مرتكب الجريمة وتقديمه للمحاكمة، وهذا واضح في المادة 22 إجراءات جزائية. ومن أهم هذه الإجراءات اللي احنا بدنا ناخدها في مرحلة الاستدلال هي الحصول على الإيضاحات. انت بتقدم شكوى، لازم هو ياخد منك معلومات عن هذه الشكوى، ويجب ان تكون هذه المعلومات واضحة ودقيقة في هذا الموضوع. مين هم؟ ايش اسم المبلغ؟ ومين المبلغ؟ ومين هم الشهود؟ ومين المشتبه في امرهم؟ كل ما التفاصيل المتعلقة بالموضوع. اذا اول حاجة الحصول على المعلومات التي بتهم للمأمور الضبط القضائي وبتهم النيابة العامة في عملية التحقيق. النقطة الثانية وهي مهمة، وهي سرعة الانتقال إلى محل الحادث ومعاينة ارتكاب الجريمة، ونحن بنسميها مسرح الجريمة، للتحفظ على آثار الجريمة. فبعد ما يقوم مأمور الضبط القضائي بفحص الشكوى أو البلاغ المقدم عنها، يجب عليه الانتقال إلى مسرح الجريمة. وإذا كان من نوع الجنايات يجب عليه إخبار وكيل النيابة بذلك، اللي لازم عليه أن ينتقل إلى مسرح الجريمة أيضا فورا في هذا الموضوع طبعا. ويجب أن ينتقل بأقصى سرعة ممكنة حتى لا يتم العبث بالأدلة والدلائل المتواجدة بمسرح الجريمة. فالمعاينات هي إثبات حالة الأشخاص والأماكن والأشياء اللي لها صلة بالجريمة قبل أن يتم العبث فيها وتخريبها، وهذا واضح من المادة 22 منها. طبعا تعتبر إجراءات المعاينة صورة من صور الحصول على الإيضاحات، نص عليها المشرع لكونها تعمل على كشف الحقيقة. وإجراء المعاينة لا يكون إلا بالانتقال إلى محل الواقعة طبعا. في الانتقال وفي المعاينة، هذه من ضمن الإجراءات المهمة في عملية الإثبات، ويشترط دائما عدم المساس بحرمة الأشخاص والمساكن حتى لو كان سكن المتهم، ولا يجوز تفتيش المسكن إلا برضاء صاحبه أو بناء على إذن من النيابة العامة في كإجراء من إجراءات التحقيق اللي احنا هنتناولها بشكل مفصل ودقيق في هذا الموضوع. وبالتالي انه هذه التحريات لابد ان تتوفر لها الكثير من الضمانات، منها من حيث الجدية واستخلاص الدليل ومراعاة الدقة. ويجب ان تكون التحريات متعلقة بجريمة وقعت فعلا في هذا الموضوع، ويجب على مأمور الضبط القضائي ألا يتبع سلوكا من شأنه تعرض لحريات الأفراد أو المساس بحرية مسكنهم. نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، ونواصل إن شاء الله في المحاضرة السابقة كل ما يتعلق بمرحلة الاستدلال.